من أراد البقاء فابسط له قلبك، ومن أراد الرحيل فابسط له الطريق. الشخصية القوية لا يعني أبداً التلفظ بألفاظ السيئة، فالقوة حكمة وليست وقاحة. تحبني أو تكرهني، جميعهما مفضلة لدي. فإن كنت تحبني فسوف أكون دائما في قلبك، وإن كنت تكرهني فسوف أكون دائما في عقلك. يحلم الرجل بامرأة كاملة، وتحلم المرأة برجل كامل، ولا يعلمون أن الله خلقهم ليكمل بعضهم البعض. لا تقل أن الدنيا تعطيني بظهرها، فربما أنت من يجلس بالعكس. من العيب أن تفتخر بشيء لم تصنعه، فلا تفتخر بجمالك لأنك لم تخلقه، ولا تفتخر بنسبك لأنك لم تختاره، إنما افتخر بأخلاقك فأنت من يصنعها. أما قمة الضعف أن تلبس حذاء يؤلمك لأنه يعجب الناس. كن في الدنيا كعابر سبيل، واترك وراءك كل أثر جميل. فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف سوى الرحيل. يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك، ثم يقولون هذا أنت. لا يا عزيزي، هذا لست أنا، هذا ما تراه أنت في. لا يمكنك مسح أخطائك ما دمت تمشي في نفس الطريق. فكن وحيدا في الطريق الصحيح، ولا تكن زعيما في الطريق الخطأ. رزقك المتأخر قد يكون أفضل بكثير من أرزاقهم المتقدمة، فاصبر واسأل العظيم الرحمن الرحيم. سترزق بغير حساب، فالله مع الصابرين. ورزق الله عظيم جل جلاله، لا شريك له. آمنا بك يا أرحم الراحمين، فلا تحرمنا من رحمتك.